هلا في ناس رح يستكتروا الخمس بيضات، رح يقولوا لي خمسه كثير، حطيهم وانت مرتاحه. دائما اذا بتنزلي المواد اللي ما بتخلي البيض يزنخ، عندك برش ليمون، عندك فانيلا، خلاص انت هيك ضمنتي انه البيض ما يزنخ معك. لانه مرات ايش بصير مع ست البيت روان، بتغير في المقادير حسب هي رغبتها. مرات مثلا بتحس السكر كثير، بتشيل من كميه السكر، بس هو احنا دائما الطبخ زي معادله كيميائيه بتكون، صح؟ فحتى كميه السكر مرات لما بنختصرها بتاثر على قوام الكيك، فنحاول ان نتقيد بالمقادير، حطوا المطيبات الصح حتى ما يزنخ معاكم. وهي هي، وانت حاطه مطيبات كفايه. اكزاكتلي، هي خمسه بيض رح نزل عليهم الفانيلا والبرش. هلا رح اضيف اللبن والزيت النباتي، وبعدين هون رح نخلط المواد الجافه. المواد الجافه هي عباره عن الطحين بالاضافه للسميد. خلينا نخلط على الهواء، يلا. طحين وسميد بالاضافه لجوز الهند، بيكنج باودر، بيكنج سودا، ورشه الملح هون موجودين. فهون صار عندي كل المواد الجافه مع بعض اللي رح ننزلهم تدريجيا. وهلا هون خفقنا البيض مع السكر، لازم صراحة نخفقه لمده يعني لا تقل عن 5 لـ 7 دقائق. احنا اختصارا للوقت بالاستوديو بنختصر الوقت. هلا رح نحط الزيت ورح نحط اللبن وبعدين المواد الجافه، ويلا خلينا نخفقهم ونضيفهم تدريجيا. بايركس او اي صحن للفرن، انا داهنته بشويه زيت وحاطه له سميد بما انه فيها سميد في اسفل او في قاع الطبق. فاذا زيت وسميد. هلا بننزل الخليط، هذا الخليط بده يدخل على فرن حرارته 180 درجه، بس بياخذ معنا نص ساعه، ما بتاخذ فتره طويله هاي الكيكه. اوكي، وبعدين نص ساعه، من 25 حتى لنص ساعه. بعدين لما بتطلع معنا هون اللي بده يصير معنا كالاتي، انه يكون عندنا قطر محضرينه مسبقا. دائما في عندنا النظريه اللي هي نفسها تاعت الهريسه، بما انك سميتيها كيكه الهريسه، اللي هي دائما القطر يكون عكس حراره ال اوكي، يعني الكيك. انا الكيكه اللي عندي هاي سخنه، بده يكون ايش القطر؟ بارد. بارد والعكس صحيح. أوكي. طبعا انا هون لا بارد، ومعي اثنين اوريدي انا مسقيتها، فرح ارجع احط بس كميه بسيطه عشان انتم تشوفوا، ولكن انا بسقيها بكميه جيده والقطر بيكون عندي بارد والكيكه طالعه هلا من الفرن. تمام، بتطلع اسكا اكيد. خلينا نحط كمان. اوكي، وبعدين بتزينوها بالمكسرات اللي انتم بدكم اياها. انا بما انه فيها جوز هند رح نرجع نحط لها جوز الهند بالاضافه للفستق الحلبي. بدنا خمسة بيض، بدنا فانيلا، برش ليمون، كوب زيت، كوب سكر، كوب سميد، كوب طحين بالإضافة لكوب جوز هند، بيكنج باودر، بيكنج سودا، فستق حلبي وجوز هند للتزيين، وبدنا قطر. في عندنا كمان للقطر بدنا 3 كوب من السكر مع مي، أكيد المي نص كمية السكر، بالإضافة للعصير الليمون وماء الزهر اختياري.